عون الكلب، يبقى اكيد هو اللي ورا البلاوي دي كلها، واكيد متفق مع الست دي عشان يضيعوا مستقبلي. ده راجل سماوي، كل اللي يهمه انه يخلص عليك. بص يا ابطال، انا ريحت ضميري وقلت لك على اللي فيها، عليك انت بقى تخطط واحنا ننفذ. لو عايزنا نجيبه لك متشف لغايه هنا اعتبره حصل. خد بالك ده ابليس، واكيد محصل نفسه كويس. لو هو ابليس احنا اولاد ابلسه، نحفر له خيته نصطاد بيها امه لحد هنا. سكه واحده بس اللي نعرف نجيبه هنا. سكه ايه؟ ايوه ده سي حافظ. رد بسرعه. الو، ايوه سي حافظ. طيب طيب ما تزقش كده، خد عايز اكلمك. الو، ايوه، تيني في المستشفى ليه؟ حادثه؟ حادثه ايه؟ طب ماشي ماشي، روح انت لسامي دلوقتي حالا، انا هتصرف وامسح الرقم ده بعد ما تقفل. ها سلام. في تينا في المستشفى. يا ساتر يا رب. والمحامي عنده جديد لقضية سمع. يبقى اكيد البنت اعترفت على نفسيها. انا لازم اروح اشوف تينا. انا بس استنى على فين بس استنى. هي في المستشفى اللي حصل لك فيها مشكله، انت نسيت ولا ايه؟ يعني الحكومه مترشقه في كل حته وده غلط عليك يا قبطان. هتلاقي المباحث موجوده في كل حته برضه. ان شاء الله تكون في وزاره الداخليه. هشوف تينا، انا هشوف تينا وانتوا هتساعدوني. هنساعدك. سترك يا رب. انا قلبي مطمن يا عم. ان شاء الله خير. ابو حافظ. سما. خلاص ابي هخرج النهارده. حبيبتي قلبي. الف مبروك. الف مبروك يا حبيبتي. الحمد لله على السلامه حبيبتي. الله يسلمك. ايه ده؟ هو عمر فين وتينا؟ ها؟ هم موجودين بس هنشوفهم بعد ما نخرج من هنا ان شاء الله. مالك يا عمو، في حاجه حصلت لهم؟ لا بنتي ما فيش، بس بنتي، بنتي فين؟ وديتوها فين؟ انتوا هتلبسوها القضيه ولا ايه؟ بنتي لازم تطلع براءه، هي اللي ممكن تعمل كده ابدا، وفضيعه الدكتور الهربان القاتل بتاعكوا تشهد بكده. هتضيعوا بنتي ولا ايه؟ انا هفضحكوا، انا مش هسكت لكم ابدا، انا هفضحكوا اكتر ما انتوا كنتوا مفضوحين في كل حاجه. قاتل وهربان؟ يا ست دي بتقول ايه؟ عمر في ازمه يا سما. ربنا يسامحك يا عمو، ما كانش ليه لازمه انك تقوله على حادثه تينا. يعني حادثه تينا وازمه؟ هو في ايه اللي بيحصل؟ كان لازم يعرف. هنفضل مخبيين عليه لغايه امتى؟ كفايه المصايب اللي عنده. مصايب وحادثه في ايه؟ في ايه الامور؟ انا مش فاهمه حاجه، ايه اللي حصل يا عم؟ دي اخر حقنه مهدئه هتاخديها من النهارده. لازم تقاومي اي انفعال وما تضيعيش بقى تعب الايام اللي فاتت. انا حاسه كاني بتولد من تاني، بحسس على الدنيا من بره، حتى خطوه رجلي مش حاسباها، كل اللي شايفه عيني مش واضح. انا ايه اللي بيحصل لي ده يا دكتوره؟ انت يا حبيبتي بتخرجي من السجن اللي حبستي نفسك فيه، واحساسك ان السجان اختفى مخليكي تطلي على الدنيا بشويش. انا قلت لهم اني زقيته عشان يموت. طب احمدي ربنا بقى انهم شافوا القاتل، والا كان زمانك دلوقتي. كان نفسي يصدقوني، كان نفسي يقتله. عمر القتل ما كان حل. واللي عملوا فيا ده تسميه ايه؟ خلاص يا ستي اخد جزائه، بس انا بصراحه صعبانه عليا قوي دكتور عمر. انا غلطت ان حكيت له، اكيد هو قتله عشان كده. انت بتقولي ايه؟ عمر هو اللي قتله؟ يا حبيبتي يا سما، خليكي في حضني يا حبيبتي. وحشتيني قوي. وحشتيني قوي تيجي يا ابني. انا ما كنتش اعرف ان الدنيا وحشه قوي كده من غيرك. خليكي في حضني عشان اشبع منك. بالراحة يا تينا، الدكتور قال الانفعالات خطر عليكي. عمر، حد يفهمني، فهمني يا ابو حافظ اللي حصل لاخويا. عمر متهمينه في غازي، عشان كده هرب استخبى. والله غلط يا عمي، انا قلت لهم وفهمتهم، محدش مصدقني، مش عارفه ليه. المهم انت قولي لي، انت جيتي هنا ازاي؟ واللي حصل ده حصل ازاي؟ كل اللي حصل ده كان لازم اجي يا عمي، بس ده مش وقت حكاوي. انا عايزه اطمن على عمر. طمني، عمر مستخبي في مكان ولا الدبان الازرق هيعرف يوصل. انا مش مطمنه، انا عايزه اروح له. تروحي فين بس؟ انا عايزه اروح له يا عمي، انا مش هسيب سما لوحدها. لا طمني، اذا كان على سما
ممكن هوديها عند الأمار وتطمني عليها هناك خالص. وعمر ربنا يزر الحق إن شاء الله. حبيبي يا أخويا. عاد بقى وانت يا سما خلاص الله، وانا غيبك عشان تهديها ولا عشان تزوجها امها؟ مش عارفه ايه اللي بيحصل لنا يا عمو. استغفر. خير ان شاء الله خير. مسكين يا عمر مسكين. ليلتك فول يا دكتور. الحمد لله على السلامه يا سنياسي. الله يسلمك. وعد حد لمح. طيب يا دكتور ده كلام برضو. بص بقى الدنيا دلوقتي لبش، والايام دي لازم نبقى محرصين. يا دكتور حط في بطنك شادر بطيخ صيفي، احنا في التمام. ايش يا عم اللي في التمام؟ في خدمه بقى صغيره كده عايزك تعملها لي عشان نقفل بيها الليله دي. عيني الاثنين بس يعني المؤاخذه في الاول كله بتمنه يا دكتور. عارف ان كله بتمنه، وانا هديك كل اللي انت عايزه بس تنفذ اللي هقول لك عليه بالحرف الواحد. كده يبقى احنا متفقين، وانا وداني ملكك. وداني ايه؟ انا كل ملكك. بص يا سيدي، في ناس عايزك تبدلهم وتستنى لغايه ما اديك الاشاره، وانا راهن الاشاره. يا تعبانه يا عيني. بس بقى ما تقفريش كده، اللي هيولدوك بجد. حبك الدور. يخرب بيتك. سالي سالي. والنبي والنبي يا سيستر يا اختي، والنبي السنار منين؟ السنار بص خش كده في اول من على طول. كلها هنا. دي سما. طب يلا تعالي تعالي بس شوية طعم كده. مش قوي مش قوي كده مش قوي كده يلا. لو حد فيكم يعرف مكانه مش هيحصل لكم كويس، ولو اتصل بيكم يا ريت تبلغوني، الهروب مش في مصلحته. انتوا عايزين ايه من اخويا؟ اخويا بريء ومظلوم، والله العظيم مظلوم. ايه دي يا سما؟ مش كده. أمرك على الظابط. في حاجة تانية؟ تقدروا تتفضلوا. مع السلامة. الله يسلمك. يلا يلا يسلمك. يلا يلا يلا. ايه ده؟ انت عايز يا بطل؟ الحمد لله كان نفسي اخدها في حضني قوي. ربنا بعيد. بقول لك ايه؟ تعالى من الدار لغاية ما الظابط ده يمشي وبعدين ادخل لها. ده الرحمة مرضى. هتجنن عليك يا عمر. وانا كنت هتجنن لو ما شفتكيش. انا عايز اعرف انت ليه عملت كده وليه؟ انا ما قتلتوش يا دينا. انا متاكده انك ما قتلتوش، بس ليه هربت يا عمر؟ ما لما كنتش هربت كانوا لبسوها لي. تقوم جايلهم لحد هنا برجلك. دينا انا براتي قدامك هي اكتر حاجه كانت تهمني. عمر انا ما يهمنيش اي حاجه في الدنيا غير ان انا اشوفك بس واطمن عليك. عشان اسمع بيه، عشان اسمع بنفسي كل اللي حصل منه، قذارته وتصرفاته. تعرف يا عمر، ياريتني كنت فهمت الدموع اللي كانت يوم فرحي في عينيك. انا مش عارفه ليه ما فهمتهاش، وزعلانه منك اكتر انك ما صرحتنيش وقلتلي. انا ما قدرتش اكسر فرحتك ولا قلبك. ياريتك كنت كسرت قلبي ولا كسرت نفسي وروحي وكسرتنا كلنا دلوقتي. شفت اللي متبقي في الغلبانه صفوه فيا.
صفوة هي اللي... لا يا عمر، لا مش صفوة.